ازيكم يا صلاح، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. فباذن الله دلوقتي هنبدا نشرح جزء دكتور فتحي. بس قبل ما نشرح الجزء، في بس ملحوظه عايز اوصلها لحضراتكم. هي الملحوظه دي: وحد السورس. يعني ايه وحد السورس؟ لو بتذاكر من سورس معين ذاكر منه، ما تشتتش نفسك، ما تقعدش تدور على اكتر من سورس تذاكر منه، هو سورس واحد بس. الماده مش مستاهله انك تدور على اكتر من سورس. بمعنى لو بتذاكر من سورس من اول السنه استمر عليه، تمام؟ التجميعات كاملة، تبقى في فيها مشكلة، خليك واثق في الشخص اللي أنت بتذاكر إيه من عنده، ما تشتتش نفسك، ما تقولش أنا هسمع كل التذكيرات لكل الناس، ده غلط كبير جدا. أنت في وقت امتحانات، الوقت الامتحانات دوت هو المفروض إنك تحاول تلم أكبر قدر ممكن من المادة نفسها، تمام؟ المادة فهمها مش صعبة خالص، تمام؟ وبإذن الله هنحاول نفهمكم المادة على قد ما نقدر بطريقة سلسة وبسيطة جدا، تمام؟ نبدأ على طول عشان ما نضيعش الوقت. الاندستريال مايكروبيولوجي او البايوتكنولوجي، تمام؟ علم الاندستريال مايكروبيولوجي معناه هو العلم اللي بيهتم بدراسه الاستفاده من الميكروبات في العمليات الصناعيه المختلفه. انا عايز استخدم الميكروب كايجنت او عامل، تمام؟ استخدمه عشان ينتج لي مواد صناعيه مختلفه، تمام؟ طب ايه اهميه علم الاندستريال مايكروبيولوجي؟ قال لك ان علم الاندستريال مايكروبيولوجي له اهميتين. اول اهميه ان نستغل الميكروب في انتاج مايكروبيال برودكت. يعني ايه؟ الميكروب نفسه لو نما على ميديا معينه بينتج لي بعض البرودكت. بعض هذه البرودكت ممكن تكون فاليبل. يعني ايه فاليبل؟ يعني لها اهميه، انا ممكن استخلصها واستخدمها واستخدمها في اي عمليه ثانيه، تمام؟ زي مثلا انتاج الخبز. الخبز ده بيتم انتاجه ازاي؟ ان بعد الفطريات بتنمو على العجين نفسه، تمام؟ وتعمل له عمليه تخمر بتنتج السي او 2 وتعمل نفش كده للعجين، خليه يكبر كده عشان يبقى سهل خبيزه. انتاج الجبن، انتاج الواين، ده كله بيتم انتاجه بواسطه الميكروبات. هم زمان ما كانوش عارفين ان حاجه اسمها ان الميكروبات هي اللي بتاثر على انتاج البريد او انتاج الالبان والكلام ده كله. هم كانوا عارفين ان لما يحطوا العجين يسيبوه فتره بيخمر. يعني ايه بيخمر؟ هو لوحده كده، كان مصطلح شائع، تمام؟ ما عرفوش ان في ميكروبات هي المسؤوله عن عمليه التخمر دي. يبقى اهميه علم الاندستريال مايكروبيولوجي بصفه عامه هم حاجتين. اول حاجه ان استغل الميكروب او البرودكت اللي بتخرج من الميكروب ده اللي هي بتكون فاليبل. تاني حاجة إن استخدم الميكروب في إن يقدم لي خدمات معينة، سيرفيسز. زي إيه؟ الويست تريتمنت. يعني إيه ويست تريتمنت؟ يعني التخلص من النفايات. يعني إيه؟ يعني عندك زبالة معينة أو نفايات معينة أو ملوثات معينة، ده أنا ممكن أستغل الميكروب نفسه في القضاء على هذه الملوثات. الميكروب نفسه ممكن ينمو على هذه الزبالة ويحولها لشكل ما بيضرش البيئة، وبالتالي هتعمل بلوشن كنترول. تاني حاجة اسمها البيولوجيكال تريتمنت أوف ووتر. هتاخدوا السنه الجايه في حاجه اسمها البابليك هيلث ان في حاجه اسمها البيولوجيكال تريتمنت اوف ووتر. يعني ايه؟ ان ممكن تعمل عمليه بيوريفيكيشن او عمليه تنقيه للميه نفسها بمساعده المايكرو اورجانيزم. بعض الميكروبات ممكن تنتج بعض الانزيم عندها القدره انها تكسر بعض الشوائب اللي موجوده في الووتر، تمام؟ يبقى اهميه علم الاندستريال مايكروبيولوجي حاجتين: اما انتاج الميكروبيال برودكت عن طريق عمليه الفرمنتيشن، او الاستفاده من بعض الخدمات السيرفيسز، تمام؟ ملحوظه، تمام؟ مصطلح الاندستريال مايكروبيولوجي ده مصطلح قديم. حديثا قال لك احنا هنستبدل مصطلح الاندستريال مايكروبيولوجي بمصطلح اخر، وهو المايكروبيال بايوتكنولوجي. اللي هو ايه؟ المايكروبيال بايوتكنولوجي، تمام؟ وده الكومن يوز. ده خلاص قال لك مش هنستخدم مصطلح الاندستريال مايكروبيولوجي ده خالص، هنستخدم مصطلح اسمه ايه؟ المايكروبيال بايوتكنولوجي. المايكروبيال بايوتكنولوجي هو نوعين او شكلين، حاجه اسمها التراديشنال بايوتكنولوجي وحاجه اسمها المولوكولار بايوتكنولوجي. دكتور فتحي هيدرس لنا او هيدرس لنا حاجه اسمها التراديشنال بايوتكنولوجي، سواء اسمه تراديشنال بايوتكنولوجي لاسم اخر هو الكلاسيكال بايوتكنولوجي لاسم اخر هو الانشنت بايوتكنولوجي. لو جالك في الامتحان يسالك عن الثلاثه نفس الاجابه، سواء كان تراديشنال بايوتكنولوجي، كلاسيكال بايوتكنولوجي، انشنت بايوتكنولوجي، معناه ايه؟ معناه ان انا هنتج كوميرشال برودكت، تمام؟ يعني هنتج مواد تجاريه او مواد مفيده اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على الميتابوليك اكشن اوف اورجانيزم. يعني ايه؟ اعتمادا على نمو هذا الميكروب على ميديا معينه ويعمل عمليه ميتابوليزم ونمو وينتج لي بعض الجادس او بعض البضائع او بعض الايه؟ او بعض البرودكت. ده اسمه ايه؟ التراديشنال بايوتكنولوجي، ان استغل الميكروب نفسه او البرودكت بتاعت الميكروب في الكوميرس، في الاندستري، تمام؟ اول عالم استخدم مصطلح البايوتكنولوجي هو اسمه هنجيريان انجينير، هو عالم مجري، تمام؟ هو عباره عن مهندس زراعي، كان مهندس زراعي مجري، اسمه ايه؟ كارل اريكي.
المهندس دوت عامل ايه؟ المهندس ده كان عنده مزرعه خنازير، مزرعه بيجز، تمام؟ فكان بينمي الخنازير ازاي؟ بيدي لهم اكل اسمه الشوجر بيتس، بنجر السكر، كان بيدي له بنجر السكر كايه؟ كمصدر للغذاء. فابتدى يفكر شويه، ما انا اجيب بعض الميكروبات واحطها على بنجر السكر ده. فلما حط بعض الميكروبات على بنجر السكر ده، ابتدى الميكروبات تنمو على هذا البنجر وتنتج لبعض المواد اللي هي بتكون فاليابل. فلما البيجز اتغذت على بنكر السكر اللي هو محطوط عليه ميكروبات دوت وحصل عليه عمليه فرمنتيشن، ابتدى يحصل ايه؟ ابتدى حجم البيجز نفسها يزيد. ده البيجز بدل ما كان مثلا وزنه 20 كيلو، لا ده بقى 90 كيلو، وزنه زاد، وبالتالي كميه اللحوم اللي موجوده في البيجز زادت، تمام؟ وبالتالي نقدر نعمل لارج سكيل برودكشن اوف بيجز، تمام؟ باستخدام الشوجر بيت از سورس اوف فود. فبقول لك جه فريزون، هو الهنجيريان انجينير كارل ايريكي اسمه او كونسايدرد از فاذر اوف بايوتكنولوجي. هتقول لي از هي از ذا فيرست وان يوز ذا تيرم بايوتكنولوجي، ازاي؟ باي لارج سكيل برودكشن اوف بيكس يوزنج شوجر بيت از سورس اوف فود، تمام؟ وسنه 1961 قال لك كان في مجله اسمها او جورنال اسمه جورنال اوف مايكروبيولوجي اند بايوكيميكال انجينيرنج، كان اسمه كبير جدا، اند تكنولوجي اسمه كبير جدا. فقال لك نلخص الكلام ده كله بدل كلمه بايوكيميكال انجينيرنج هسميها بايوتكنولوجي اند بايو انجينيرنج، تمام؟ ده ملحوظه برضه ممكن تجي لك كومبليت لان الدكتور قالها في المحاضره، تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن حاجه اسمها تعريف الاندستريال مايكروبيولوجي، تمام؟ من هو الفاذر اوف بايوتكنولوجي؟ ايه اهميه الاندستريال مايكروبيولوجي؟ البايوتكنولوجي كتعريف، تمام؟ معناه ايه؟ قلنا نفس الكلام، نفس الكلام بنعيده، هو عباره عن انتاج بعض البضائع او الاستفاده من او بعض او القيام ببعض الخدمات بواسطه مين؟ المايكرو اورجانيزم، تمام؟ بواسطه المايكرو اورجانيزم، ده اسمه ايه؟ الاندستريال مايكروبيولوجي او البايوتكنولوجي. طيب، تطور علم الاندستريال مايكروبيولوجي او علم الكلاسيكال بايوتكنولوجي. اول حاجه هم قبل ما يعرفوا عمليه، قبل ما يعرفوا الميكروبيزم اصلا، قبل ما يكتشفوا ان في اصلا حاجه اسمها مايكرو اورجانيزم، كان العلم ده موجود بس ما كانش معروف كمسمى، المسمى بتاعه يعني ايه. هم كانوا بيستفيدوا من العلم ده بس ما كانوش يعرفوا المسمى ده. يعني مثلا في الخبيز او انتاج الخبز او انتاج العجين والكلام ده كله، هم كانوا بيسيبوا العجين بيخمر لوحده، تمام؟ وما يعرفوش ان في ميكروب اصلا هو المسؤول عن كده. يبقى تطور العلم ده بيشمل اربع خطوات. اول حاجه ما قبل اكتشاف المايكرو اورجانيزم اللي بسميها كمثال عليها البيكنج الخبيز، تمام؟ بعد اكتشاف المايكرو اورجانيزم وابتدوا يعرفوا ان فعلا الميكروب عنده القدره ان ينتج بعض السيمبل سابستانس زي الكحول والاسيتون، ابتدى يستفادوا من العمليه ديت، خصوصا بعد ما عرفوا ان ممكن يعملوا حاجه اسمها البيور كالتشر. يعني ايه؟ ان جوه ميكروب ويعملوا عمليه استراليزيشن للميديا ديت، تمام؟ بحيث لا ينمو على هذه الميديا الا هذا الميكروب، والميكروب ده بينتج لي ماده معينه، بينتج لي الكحول، بينتج لي اسيتون، تمام؟ فلما عرفت اعمل بيور كالتشر قدرت اعمل ميكروب لوحده من غير اي كونتامينيشن، وقدرت انتج منتج بيور من هذا الميكروب، تمام؟ يبقى ده ثاني مرحله ان استخدم الميكروب في انتاج سمبل سابستانس. بعد كده ابتدى يحصل تطور اكتر خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه سنه 1945. الكسندر فليمنج كان مكتشف البنسلين عادي جدا، ولكن ولكن ما كانش بيستخدم كعلاج. هو مكتشف البنسلين بس لسه ما استخدموش كعلاج ابليكيبل على الهيومن، تمام؟ ولكن مع الحرب العالميه الثانيه وظهور كثير من الجرحى وحدوث الانفكشن بسبب الجروح ديت، كان في دراج اسمه السلفونامايد كان بيستخدموه لعلاج هذا الانفكشن. ولكن السلفونامايد في هذه الحاله وفي هذا الوقت ما كانش كافي لعلاج كل انواع الانفكشن، فابتدوا يستخدموا البنسلين فعلا في هذا في علاج المصابين بتوع الحرب العالميه الثانيه. ومش بس كده، ده ابتدوا يعملوا ابحاث عن السويل، يدوروا في التربه على بعض المايكرو اورجانيزم اللي بتنتج بعض الانتي بيوتيك، ووصلوا فعلا للتتراسايكلين والستريبتومايسيس، ودي كلها حاجات بتنتج من بعض المايكرو اورجانيزم اللي بتنمو على السويل بطريقه طبيعيه. المرحله الرابعه لعمليه الاندستريال مايكروبيولوجي او التطور علم البايوتكنولوجي وهو الموليكولار بايوتكنولوجي، اللي هو بقى لما عرفنا تركيب الجين وازاي من احنا ممكن نستغل الميكروب في انتاج جين معين زي جين الانسولين، وده هنتكلم عنه بالتفصيل مع جزء دكتور اشرف. ده اربع مراحل لتطور علم البايوتكنولوجي: ما قبل اكتشاف الميكروب، بعد اكتشاف الميكروب وانتاج سيمبل سابستانس، اكتشاف البنسلين واستخدامه في الحرب العالميه الثانيه، واكتشاف اذر مايكرو اورجانيزم اللي هي السويل مايكرو اورجانيزم بتنتج بعض الانتيبيوتيك، اخر حاجه اللي هو الموليكولار بايوتكنولوجي مع ظهور علم الجينيتكس والريكومبايننت دي ان اي تكنولوجيا والدي ان اي وعادل الاتحاد، تمام؟ ده كله كلام سهل مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ وعايز تقراه قرايه كده سريعه، تمام؟ بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها بيقول لك ان الناس اللي بتوع علم الميكروبيولوجي او علماء علم الميكروبيولوجي، تمام؟ بيستخدموا مصطلح فيرمنتيشن امتى؟ مصطلح فيرمنتيشن زمان لما كنا بنتكلم من وجهه نظر الميتابوليزم او الايض، كنا قلنا ان في حاجه اسمها فيرمنتيشن او التخمر، وكنا قلنا ان عمليه الفيرمنتيشن معناها ايه؟ معناها ان الميكروب بينمو في انايروبيك بروسيس،
في غياب الاكسجين بيبدا ان الجلوكوز يتكسر لبيروفيت، بعد كده البيروفيت دوت بينقل الالكترون بتاعه لمركب اورجانيك زي الكحول زي اللاكتيك اسيد. فكان الغرض من عمليه الفرمنتيشن في الميتابوليزم هو انتاج الطاقه. انا كنت بهتم اكتر بالايه؟ بالطاقه اللي بيتم انتاجها، رغم انها كميه قليله من الطاقه، كان من 2 ل 6 اي تي بي، تمام؟ ده في الميتابوليزم، ان الفرمنتيشن معناه هو انتاج طاقه في غياب الاكسجين. ولكن في الاندستريال مايكروبيولوجي، لو قلت لك مصطلح فرمنتيشن في الاندستريال مايكروبيولوجي هو بيختلف خالص. معنى ايه كلمه فرمنتيشن؟ كلمه فرمنتيشن في الاندستريال مايكروبيولوجي معناه هو تحويل ماده رخيصه الى ماده ذو قيمه. ازاي؟ بمساعده المايكرو اورجانيزم، تمام؟ يعني اجيب ميكروب انميه على ماده رخيصه، تمام، عشان ينتج لي ماده لها قيمه فليه البرودكت، بس اندر ايروبيك اور انيروبيك كونديشن، يعني في ظروف هوائيه او ظروف لا هوائيه. كده مصطلح الفيرمنتيشن نفسه بتاع الميتابوليزم حصل فيه مشكله. ليه؟ ده كان هناك بيقول لك بس ايه انيروبيك، هنا قال لك لا، سواء كانت ظروف هوائيه او لا هوائيه، في ان اجيب ميكروب وانميه على ميديا في الشيب عشان ينتج لي فاليول برودكت جوه فيسل او جوه كونتينر معين او جوه جهاز معين بسميه الفيرمنتور او البايو رياكتور، تمام؟ يبقى المصطلح الفيرمنتيشن بيختلف. ميتابوليزم معناه ايه؟ معناه انتاج الطاقه اللي هي قليله جدا دي. اما في الاندستريال مايكروبيولوجي مصطلح الفرمنتيشن معناه ان هنمي الميكروب على تشيب ماتيريال عشان ينتج لي فاليبل برودكت عشان بمساعده مين؟ المايكرو اورجانيزم، سواء كان في ظروف هوائيه او ظروف لا هوائيه، ان احط الميديا والميكروب داخل فيسل معين او داخل بايو رياكتور او فرمنتور معين. طيب هي انواع المنتجات اللي بتتم او بتكون نتيجه عمليه الفرمنتيشن؟ هي البرودكت اوف فرمنتيشن. يعني فرمنتيشن خلاص بقى قلناها، اللي هي في الاندستريال مايكروبيولوجي، هو نمو الميكروب على تشيب رو ماتيريال عشان ينتج لي فاليول برودكت، تمام؟ فقال لك عندنا اربع انواع من الفرمنتيشن برودكت. اول حاجه اسمها الميكروبيال ميتابولايت اند انزايم، في حاجه اسمها البرايمري ميتابولايت وحاجه اسمها السكندري ميتابولايت. الميكروب بتاع لما بيجي يحصل له عمليه نمو بيحصل له ازاي؟ بيبدا اول حاجه يخش مرحله اسمها اللاك فيز، ان الميكروب يبدا يتكيف مع الميديا. بعد كده الميكروب بيبدا بقى خلاص يتكيف على الميديا وتعرف على الميديا، بيبدا بعد كده يخش في مرحله اسمها اللوك فيز. يعني لوك فيز؟ اللي هي الجروس فيز، يعني يبدا يتغذى بقى على الميديا ويبدا يحصل له عمليه ايه؟ يحصل له عمليه جروس. اثناء عمليه النمو او عمليه الجروس ديت او اللوك فيز بينتج بعض الميتابولايت، بسميها ايه؟ البرايمري ميتابولايت. ليه برايمري؟ لانها انتجت الاول، تمام؟ برايمري ميتابولايت. كلمه برايمري ميتابولايت بيتم انتاجها امتى؟ اثناء اللوك فيز. مش معنى لانها اسينشال فور جروث، لانها هو لعمليه ايه؟ لعمليه النمو. كمثال زي السيتريك اسيد، زي اللاكتيك اسيد، زي الجلوكونيك اسيد، زي بعض الامينو اسيد، تمام؟ اما السكندري ميتابولايت بيتم انتاجها في مرحله بعد مرحله الجروث فيز او اللوك فيز، بسميها الاستيشنري فيز. في هذه المرحله ان المفروض ان خلاص الميكروب المغذيات اللي في الميديا ابتدت تقل جدا، وكمية الويستس ابتدت تزيد، فابتدى الميكروب مش مرحلة نمو قد ما هو في مرحلة ان هو يستغل كل الامكانيات اللي عنده عشان يفضل حي، تمام؟ وبالتالي بينتج بعض المواد اللي بتساعده في بقائه حي فترة أطول. طب هل هذه المواد مهمة للجروس؟ لا، هي نوت اسينشال فور جروس، هي مهمة لبقاء الميكروب حي. نوت اسينشال فور جروس وفور ريبرودكشن. ومعظمها بيكون دورها مش معروف قوي. زي ايه؟ زي بعض الفيتامينز وبعض الانتيبيوتيك، تمام؟ تالت مثال عندنا اللي هو الانزيم، وان الانزيم ممكن بيتم انتاجها اثناء عمليه الميتابوليزم عامه كلها، سواء كان برايمري ميتابولايت او سكندري ميتابولايت. الانزيم نفسها بيتم انتاجها طول عمليه الايه؟ الفرمنتيشن. ولكن ملاحظ ان في الغالب انتاج الانزيم بيتم في الاستيشنري فيز. في ملحوظه الدكتور قالها في المحاضره، قال لك ان في بكتيريا اسمها الباسيلس بكتيريا. هذه البكتيريا في الظروف الصعبه بتبدا تكون سبور حوالين نفسها، بتعمل سبوريليشن. لما تتحول لشكل سبور، شكل السبور ده بيكون شكل انرت، شكل خامل. يعني ايه شكل خامل؟ يعني شكل ما بيعملش اي برودكشن، اكنه تراب بالظبط. فممكن بعض الانسكتسايد او بعض الحشرات تيجي على السبور ديت وتتغذى عليها، لانها جواها في دي ان ايه، في بكتيريا اساسيه اساسا، وتقتلها، تمام؟ فعشان البكتيريا تحمي نفسها بقول لك انا لما اكون سبور هنتج بعض التوكسين او بعض البروتين. التوكسين دي بتعمل ايه؟ بتستخدم كانسكتسايد. فالجمله دي ممكن تقول لك كومبليت، الباسيلس بكتيريا اثناء الاسبوريشن بتنتج ايه؟ هتقول لي بتنتج بعض التوكسين اللي هي بتكون انسكتسايد عشان تحمي نفسها من الانسكتس اللي ممكن تعملها عمليه ايه؟ دايجيشن، تمام؟ تمام. ده اول مثال على انواع الفرمنتيشن برودكت اللي هي الميكروبيال ميتابولايت اند انزايم. تاني مثال عندنا حاجه اسمها البايو ترانسفورميشن برودكت. يعني كلمه بايو ترانسفورميشن برودكت؟ يعني منتجات ناتجه عن عمليه التحول الحيوي. هنا بكل بساطه الميكروب مش هيتغذى على ماده معينه، امال ده انا هجيب له ماده معينه، تمام، وليكن مثلا البروجسترون، تمام،
هيبدأ هذا الميكروب يطلع بعد الانزيم، الانزيم عنده القدرة ان يحول المادة ديت لمادة اخرى. طب هل الميكروب هيستخدم البروجسترون كنيوتريشن سورس او كمصدر للتغذية؟ لا، هو كل الميكروب اللي عامله هو شاف ان البروجسترون ده بالنسبة له هيكون ضار، توكسيك بالنسبة له، فانا عايز اطلع انزيم عشان تحول الماده التوكسيك ديت لماده ايه؟ نون توكسيك. فبروح بيعمل ايه؟ بينتج انزيم يحول البروجسترون ل 11 الفا هيدروكسيل بروجسترون، تمام؟ ده بالنسبه للميكروب مش ضار، ده انا ممكن اعزل ال 11 الفا هيدروكسيل بروجسترون ده واستخدمه انا في العلاج، لان انا عارف ان البروجسترون ده الاكتف فورم بتاعه او اللي بيعمل عمليه المسؤول عن الافكت بتاعه، الاكتف فورم مين؟ هو ال 11 الفا هيدروكسيل بروجسترون. فانا هستغل الميكروب كبايو كاتاليست او عامل حفاز انه يحول ماده لماده اخرى، تمام؟ من ماده لماده اخرى. فهنا يهمني ان الميكروب هنا ما استخدمش هذه الماده كنيتيف سورس، ولكن استخدمها ان عمل بايو كاتاليست، يعني بايو كاتاليست يعني حفز تحويلها من ماده لماده اخرى، ديت البايو ترانسفورميشن برودكت. تالت حاجه عندنا حاجه اسمها الميكروبيال ماس اند سيلولار كومبوننت. يعني ايه؟ كلمه بايو ماس معناها كتله حيويه. يعني ايه؟ قال لك انا هنا هستغل خليه الميكروب ككتله على بعضها. يعني ايه؟ عندنا مثالين، حاجه اسمها السنجل سيل بروتين وحاجه اسمها الفاكسين. يعني عايز استغل خليه الميكروب نفسه كمنتج. ازاي؟ قال لك عندي الفاكسين، يعني ناخد مثلا الميكروب دوت واعمل له عمليه كيلينج او عمليه اتينويشن، او اخد جزء من الميكروب واستخدمه كفاكسين. انا خدت الميكروب كله على بعضه واستخدمته كفاكسين، وده هنتكلم عنها في اخر خالص، اخر الجزء، ازاي نحضر الفاكسين سواء كان بكتيريال فاكسين او فايرال فاكسين. تاني مثال عندنا حاجه اسمها السنجل سيل بروتين. فكره السنجل سيل بروتين بيقول لك ان بعض الميكروبات بتلاقي جواها جوه الخليه بتاعتها نسبه البروتين عاليه جدا، تقريبا من 40 ل 70% بروتين، تمام؟ من 40 ل 70% بروتين. طب خلاص، قال لك انا ممكن استعمل بروتين، الكميه المهوله من البروتين ديت اللي جوه الخليه كغذاء لبعض الحيوانات. طب ازاي تعمل كده؟ قال لك عندنا مثالين، حاجه اسمها الكانديدا لايبوليتيكا، وده عباره عن فطر، تمام؟ وعندنا المسيروفيلاس مسيروتروفيس، ده عباره عن بكتيريا. فالكاندرا لايبوليتيكا لو جبتها ونميتها على منتجات البترول اللي عباره عن الفاتيك هيدروكربون، هتبدا هذه الميكروبات تنمو بطريقه كبيره جدا، ووقت ما هي بتنمو هتلاقي البروتين اللي جواها بيزيد، كميه كبيره جدا من البروتين بيتم انتاجها جواها، تمام؟ دي بالنسبه للكاندرا لايبوليتيكا. هتاخد بقى الفطر ده بعد كده اللي هو كميه اللي فيه كميه بروتين مهوله تديه الحيوان كنيتريشن او كغذاء، تمام؟ تاني مثال هي المسيروفلاس مسيروتروفيس، دي بتنمو على غاز الميثان وبتدي كميه كبيره جدا من الميكروب دوت اللي بيستخدم برضه كنيتريشن لبعض الايه؟ الحيوانات، تمام؟ رابع حاجه اللي هو البرودكت اوف ريكومباينات دي ان اي تكنولوجي، يعني نواتج عمليه الدي ان اي تكنولوجي، اللي هو ازاي ممكن استغل عمليه الدي ان اي بعد الاتحاد في انتاج الانسولين، ازاي ممكن اعزل جين الانسولين وانقل البكتيريا عشان البكتيريا تستخدم كمصنع لانتاج الانسولين، وده خاص بجزء دكتور فتحي. يبقى انواع الفرمنتيشن برودكت كان نوع اربع انواع، اما ميتابولايت وانزيم برايمري والسكندري، اما بايو ترانسفورميشن برودكت، هنا الميكروب استخدم كبايو كاتاليست او عامل حفاز في تحويل ماده لماده اخرى، او استخدم خليه الميكروب نفسه او جزء منه، تمام؟ سواء الفاكسين او السنجل سيل بروتين، او استخدم الريكومباينت دي تكنولوجي، تمام؟ تمام. تمام. دلوقتي لو عايز اعمل عمليه فرمنتيشن او عايز اعمل عمليه الاندستريال بايو تكنولوجي، تمام؟ عايز تعمل ايه؟ انا عايز اجيب ميكروب وانميه على ميديا معينه وادخله جوه جهاز معين واوفر له كونديشن معينه عشان استخدم الميكروب دوت في انتاج سواء كان برايمري او سكندري متابولايت او انتاج السنجل سيل بروتين. عمليه الاندستريال بايو تكنولوجي بتشمل ثلاث خطوات او ثلاث مراحل، حاجه اسمها الابستريم بروسيس، حاجه اسمها الفرمنتيشن بروسيس، وحاجه اسمها الداونستريم بروسيس. كلمه ابستريم بروسيس كلمه اب اللاتيني معناها قبل، فاب ستريم بروسيس هي العمليات اللي هتتم قبل عمليه الفرمنتيشن، اما الداون باللاتيني معناها بعد، تمام؟ فالداون ستريم بروسيس هي العمليات اللي هتتم بعد ما تتم عمليه الفرمنتيشن. يعني بكل بساطه لو عايز تعمل عمليه فرمنتيشن انت محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج تحضر، تمام؟ يعني ايه فرمنتيشن؟ يعني نمو للميكروب. يبقى فرمنتيشن معناه ايه؟ هو نمو الميكروب وانتاج الماده بتاعتك، تمام؟ فانت عشان تخلي الميكروب ينمو المفروض تحضره الاول الحاجه اللي هينمو عليها. اول حاجه هتحضر الميكروب، هتحضر ميديا ينمو عليها الميكروب، وهتوفر ظروف معينه او كونديشن معينه داخل جهاز معين مناسبه لنمو هذا الميكروب. خطوات تحضير الميديا وتحضير الميكروب وتحضير الكونديشن عشان تتم عمليه الفرمنتيشن بسميها ايه؟ الابستريم بروسيسنج، تمام؟
بعد ما احضر الميكروب والميديا والكونديشن، يبدا الميكروب ينمو على هذه الميديا وتتم مرحله الفيرمنتيشن وينتج البرودكت بتاعي. بعد ما ينتج البرودكت بتاعي بتيجي المرحله الثالثه اللي هي الداون ستريم بروسيسنج، واللي فيها انا عايز اعزل هذا البرودكت بتاعي، اعمل له عمليه ريكفري، يعني اعزله من الميديا واستخدمه فعلا كماده استخدمها بعد كده في استخدامات مختلفه، اعمل عمليه ريكفري. يبقى الهدف من الداون ستريم بروسيسنج هي عمليه الريكفري او عزل المنتج بتاعي من الميديا، وعمليه البيوريفيكيشن ان اخد هذا المنتج واعمل له عمليه تنقيه وتهيئه للاستخدام بعد كده في الحاجات المختلفه او الاستخدامات المختلفه بعد كده. يبقى الاب ستريم بروسيسنج او اليو اس بي ده بيشمل كل الفاكتور اللي بتؤدي لعمليه الفيرمنتيشن. الهدف الرئيسي من الاب ستريم بروسيسنج هو ان اخلي الميكروب ينمو على الميديا واوفر له ظروف معينه، يعني الهدف منه هو البايوماس، ننتج اكبر كميه من المايكرو اورجانيزم. تمام، ما يهمنيش دلوقتي ان الميكروب ينتج لي الميتابولايت او ينتج لي البرودكت بتاعي، انا يهمني ان الميكروب يتغذى وياكل كويس ويعيش كويس، وبعد كده لما انا اخليه يتغذى انا اديته فلوس واديته اكل وربيته وكبرته، خلاص بقى انا عملت لك كل الظروف المناسبه عشان تديني البرودكت بتاعي، تخش مرحله الفرمنتيشن عشان تديني ايه البرودكت. اما الداون ستريم بروسيسنج دي بتشمل كل العمليات اللي هعملها بعد ما تتم عمليه الفرمنتيشن او عمليه انتاج البرودكت. كلمه داون ستريم بروسيس معناها ايه؟ ان اعزل المنتج بتاعي من الميديا. تمام، عمليه عزل المنتج من الميديا لازم تكون افيشنت، لازم تكون ذو كفاءه عاليه، ولازم تكون ريبريديسبل. يعني ايه؟ يعني لو كررتها اكتر من مره بتديك نفس النتائج، يعني تكون ناجحه وكمان تكون سيف، ما تضرش المنتج بتاعي ولا تضر العمال اللي بيعملوا عمليه ايه؟ ريكفري. تمام، وكمان اليلد نفسه، يعني ما اعملش لما اعمل ريكفري تختار عمليه بحيث ان تديك اكبر كميه من اليلد، بحيث تاخد اكبر كميه من المنتج بتاعك من ايه؟ من الميديا. كمان تكون اللو كوست، تكون مش غاليه، حاجه بسيطه، لان انت بتشتغل في الصناعه، فالصناعه معناها ايه؟ ان انا عايز منتج كبير باقل تكلفه. تمام، هنتكلم بالتفصيل بقى على الاب ستريم بروسيسنج والداون ستريم بروسيسنج بسرعه كده. اول حاجه الاب ستريم بروسيسنج قلنا معناها ايه؟ هو تحضير الميديا وتحضير الميكروب وتحضير الكونديشن تمام المناسبه لنمو هذا الميكروب. اشمعنى؟ عشان نخلي الميكروب يكبر ويتغذى وينمو عشان بعد كده ينتج لي برودكت معين. تمام، فهنتكلم عن كل واحد من دول. هنتكلم ازاي نحضر الميكروب وايه خصائص الميكروب اللي ممكن استخدمه في الاندستريال مايكروبيولوجي. هنتكلم برضو الميديا، هي مكونات الميديا اللي ممكن ينمو عليها الميكروب. تمام، هنتكلم برضو عن الكونديشن او الظروف المختلفه المناسبه لنمو الميكروبات. اول حاجه الميكروب، انا هجيب الميكروب منين؟ قال لك انت بتعزل الميكروب من الهواء او من الميه او من التربه، تمام، او من تحلل بعض المواد العضويه. طب ايه هي خصائص الميكروب اللي ممكن استخدمه في الاندستريال مايكروبيولوجي؟ وسؤال مهم جدا 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 جاي في الامتحان، نركز عليه. هتيجي شورت نوتس كده، رايت انيموريت كاركترستكس او بروبرتيز اوف اندستريال اورجانيزم يوزد ان اندستريال مايكروبيولوجي. اول حاجه ان يكون الميكروب دوت جينيتيكال ستيبل. يعني جينيتيكال ستيبل يعني ثابت جينيا، يعني ايه؟ يعني ما يحصلش فيه طفره تلقائيه، يعني ما اجيبش الميكروب مثلا بينتج اللاكتيك اسيد، تمام، الاكل مثلا بينتج اللاكتيك اسيد واحطه في الفنتشن ميديا والاقي الميكروب لوحده كده حصل فيه عمليه طفره لانه ثابت غير جينيا، فلما حصل طفره ابتدى انتاج اللاكتيك اسيد يقل او يختفي خالص. فانا استفدت ايه؟ لا، ده انا عايز اجيب ميكروب من الاول يكون جينيتيكال ستيبل، ثابت جينيا، هاف ستيبل كاركتر. تمام، كمان يكون مينتيند وزود كونتامينيشن، ما يحصلوش عمليه كونتامينيشن بسهوله. يعني ايه؟ ما يحصلوش ان يجي ميكروب تاني يعيش في الميديا اللي هو عايش فيها، تمام، لانه ممكن يتغذى على البرودكت بتاعي. واشهر مثال على كده عمليه انتاج البنسلين، الفطر اللي بينتج بنسل ده لو انت ما اقمتش الميديا كويس ده ممكن بعض البكتيريا تيجي تنمو على الميديا اللي بينمو عليها الفطر، تمام، وتلاقي البنسل بيتم انتاجه، والبنسل بيبقى ايه؟ عباره عن انتي بيوتيك بيقتل البكتيريا. بتبدا هذه البكتيريا اللي بتنمو بطريقه اسرع من الفطر تنتج البيتا لاكتاميز ويكسر البنسلين، وبالتالي حصل كونتامينيشن هيبدا يقل البرودكت ويقل اليلد جدا. فيفضل انك لما تيجي تستخدم ميكروب يبقى الميكروب دوت انا اقدر احافظ عليه ان ما يحصلش عمليه كونتامينيشن. كمان يكون ريزيستنت تو بكتيروفاج، يعني ما يجيش فيروس معين يصيب البكتيريا ديت، تمام، ويدمرها. يعني بعد ما احضر نفسي واجيب ميديا ونفر ميكروب الاقي ان الميكروب ده بيجي فاش او فيروس كده رخم بيكسر الميكروب ده، انا استفدت ايه؟ ما خلاص المنتج بتاعي للماده اتدمر، فلازم يكون مقاوم للبكتيروفاج اللي هو الفيروس اللي بيصيب الايه؟ اللي بيصيب البكتيريا. كمان يكون مقاوم لعمليه الاوتوليسيس، يعني الاوتوليسيس اللي هو التحلل الذاتي. يعني بعد ما احضر الميكروب اي واحد احضر الميكروب وقبل ما ينتج المنتج الاقي الميكروب ده مره واحده كده لوحده كده ايه؟ انفجر او اتكسر او حصل له عمليه اوتوليسيس تحلل ذاتي، وبالتالي فقدت
العمليه الاسترائيه كلها باظت، فلازم يكون ايه مقاوم للايتوليسيس. تاني حاجه ان يكون سيرتبل في السكيل اب. كلمه سكيل اب هو التحول من مكان قليل او مكان صغير لمكان كبير، بمعنى بدل ما تجيب الميكروب وتنميه على ميديا في معمل عشان ينتج لماده معينه او كميه من ماده معينه، لا ده انا هجيب الميكروب واحطه في كونتينر كبير قد حجم الغرفه بس ولا حاجه، واستخدم كميه مهوله من الميكروبات عشان تنتج لي كميه كبيره من البرودكت. تمام؟ فهل كل الميكروبات عندها القدره انها تتكيف على المكان الكبير ده؟ فلازم تختار ميكروب عنده القدره ان فعلا يقدر يتكيف، ان هو سهل ينتقل من مكان صغير لمكان كبير. كلمه سكيل اب هو الانتقال من السمول سكيل لللارج سكيل، من حاجه صغيره في اللاب لحاجه كبيره في الايه في المصنع. تمام؟ طيب عشان تكون سيتبل للسكيل اب في كل لازم يكون في بعض الخصائص، زي ايه؟ ان عمليه زراعته تكون سهله، عمليه زراعته ونموه بتكون سهله وبكميات كبيره. تمام؟ كمان البرودكت اللي بيتم انتاجه اللي بينتجه بينتجه بكميات كبيره. تمام؟ ويقدر يعمل عمليه فيرمنتيشن تحت ظروف بيئيه بسيطه، مش محتاج ظروف بيئيه معقده، مش تحتاج درجه حراره عاليه جدا وبي اتش منخفضه جدا، لا ده محتاج ظروف بسيطه وحاجات بسيطه جدا. ده انا هاخد ميكروب بماده رخيصه جدا عشان ينتج ماده ايه؟ ماده لها اهميه ولها قيمه باقل تكلفه. يبقى يكون ايزل جروم سهل عمليه نموه، يكون رابد كروس سهله وسريعه على السبستريت، كمان يقدر ينمو على تشيب ميديا زي مثلا حاجه اسمها الملاس اللي هو العسل الاسود والكورن ستيب لوكر والوي اللي هو الشرش. تمام؟ كمان يكون امينيبل تو جينيتيك مانيبيوليشن بين قوسين جينيتيكالي امينيبل. ايه الفرق بين كلمه جينيتيكالي ستيبل وجينيتيكالي امينيبل؟ كلمه جينيتيكالي امينيبل اي قادر للتعديل الجيني، بمعنى لو انا عايز اجيب الميكروب ده في مثلا صفه او بنتج ماده بنتج مثلا لاكتيك اسيد، بس في نفس الوقت في صفه غير مرغوب فيها بينتج بعض البيجمنت مثلا او بعض الصبغات اللي بتضر الميديا بتاعتي، فهل انا ممكن اعمل طفره في هذا المايكرو اورجانيزم بنفسي انا عشان امنع تكون هذا البيجمنت وفي نفس الوقت استخدم لاكتيك اسيد؟ قال لك اه ممكن في بعض الميكروبات. فكلمه جينيتيك الامينيبل معناه ان هذا الميكروب قادر للتعديل الجيني، يعني تعمل طفره بمزاجك وبعد ما تعمل طفره تعمل عمليه سيلكشن للميكروب اللي حصل فيه طفره مرغوب فيها. يبقى جينيتيكال ستيبل هو ثابت جينيا ما يحصلش فيه طفره لوحده، اما جينيتيكال امينيبل هو يحصل فيه طفره مستحسه، اهلا اعمل فيه طفره بمزاجي عشان احسن من صفاته. تمام؟ كمان يكون نون باثوجينيك، يعني ما يكونش زي ما اجيبش ميكروب اتعامل معاه في مصنع مع عمال ويبدا يزيد عمال ويعمل انفكشن، فده ما ينفعش. تمام؟ السؤال مهم جدا، يبقى جينيتيكال ستيبل سيبتون فور سكيل اب ايزل جرون رابيد جرون جرون ان شيب ميديا جينيتيكال امينيبل ويكون نون باثوجينيك. تمام؟ دلوقتي الاسترين ديفلوبمنت، الفصيلة بتاعت الميكروب اللي انت هتستخدمها في الصناعة، يعني ممكن تستخدمها زي ما هي كده او ممكن تاخد هذا الميكروب وتعمل عملية تطوير، عملية تحسين، عملية امبروفمنت. تمام؟ طب هتحسن ليه؟ ايه الغرض من عملية الامبروفمنت اصلا؟ عشان تزود من الانتاجية، تزود من عملية الايه؟ البرودكتيفيتي، وكمان تحسن من نمو هذا الميكروب وتحسن من صفاته وتقلل الانونتد ميتابولايت، حاجات مش عايزها، اعمل طفرة وحسن وظبط، يعني هات الميكروب ده ظبطه شيك كده وظبطه بحيث ان ينتج لاعلى كمية البرودكت واقل كمية من الامبيورتي او الانونتد ميتابولايت. طب ايه طرق السترين ديفلوبمنت ديت؟ قال لك عندك طريقتين، حاجه اسمها الميوتيشن وحاجه اسمها جينيتك ترانسفير. يعني ايه ميوتيشن؟ ان هذا الميكروب عرضه لماده كيميائيه او عرضه لاشعه يو في، تمام؟ فيبدا هذه الماده الكيميائيه او اليو في تعمل فيه طفره. بعد ما تعمل طفره في هذا الميكروب تعمل عمليه سيلكشن، يعني لو كانت طفره مرغوب فيها خد الميكروب ده، اما لو كانت طفره مش مرغوب فيها حصلت في الميكروب شيل الميكروب ده وارميه. يبقى انت زي بتجرب، يعني بتعمل طفره وبتجرب وتشوف، لو حصل تحسين في اليل خد الميكروب، ما حصلش تحسين شيل الميكروب ده وارميه. بعد ما تعمل طفره تعمل ايه؟ تعمل سيلكشن. تاني حاجه حاجه اسمها الجينيتيك ترانسفير. حاجه اسمها ايه؟ الجينيتيك ترانسفير معناها ايه؟ جينيتيك ترانسفير معناه انتقال جينات. جينيتيك ترانسفير معناه انتقال جينات. يبقى عمليه الامبروفمنت او الديفلوبمنت تشمل حاجتين، اول حاجه الميوتيشن، ثاني حاجه اسمها جينيتيك ترانسفير. معناه ايه؟ ان ممكن جين ينتقل من بكتيريا معينه لبكتيريا اخرى فيكسبها صفات جديده مطلوبه. تمام؟ زي ايه مثال؟ مثلا حاجه اسمها الترانسفورميشن، وده انتقال قطعه دي ان ايه من ميديا للبكتيريا. حاجه اسمها اللوسوجيني، يعني ايه اللوسوجيني؟ يعني الدي ان ايه بتاع البكتيريا يكون فيه قطعه من دي ان ايه من بكتيريا اخرى، تمام؟ او قطعه من دي ان ايه من بكتيريوفاج معين. دي بسميها الليسوجينايزد سترين، زي بعض الاسترين اسمها ستريبتومايسيس اوليفيشيوس، ده عباره عن ميكروب معين او بكتيريا بتنتج لي انتي بيوتيك بكميه اكبر لما يحصلها عمليه ايه؟ ليسوجيني. هي بتنتج ستريبتومايسين، ولكن لو انت عملت عمليه ليسوجيني او دخلت لها قطعه من فاج معين هتلاقي انتاج الستريبتومايسين زاد. تمام؟
الترانسدكشن معناها ان الميكروب او قطعه دي ان ايه انتقلت من بكتيريا لبكتيريا اخرى عن طريق ايه؟ بمساعده البكتيريوفاج. بيتم ازاي ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل مع دكتور اشرف، ما يهمنيش دلوقتي. الكونجيجيشن هو انتقال جين من بكتيريا لبكتيريا اخرى عن طريق بريدج او عن طريق وصله ما بين ايه؟ خليتين بكتيريا. اللي يهمني هو حاجه اسمها الهيتيروكاريوم، ده اهم واحد ما عندي وجاي في الامتحان. كلمه هيتيروكاريوم معناها ايه؟ كلمه كاريوم باللاتيني معناها نيوكليوس، وكلمه هيتيرو معناها ايه؟ معناها متنوع. يعني عايز تقول ايه؟ ان الفطر ده هو بيحتوي على نواتين او انواع مختلفه من الانويه. طب ده بيحصل امتى؟ قال لك ده بيحصل في الفطريات اللي هي بتكون فيلامنتس فانجاي. يعني ايه فيلامنتس فانجاي؟ يعني فانجاي بتحتوي على هايف. بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على هايف. اللي بيحصل بكل بساطه تبدا هايفي معينه، تمام؟ هات كده عشان نكتب الكلام ده. بيبدا مثلا هايفي، تمام؟ فيها نواه معينه، تمام؟ هايفي فيها نواه، وهايفي تانية فيها نواة، ويبدأ يحصل اندماج بين النواتين دول، تمام؟ ولكن الاندماج اللي بيحصل بين النواتين المفروض الطبيعي ان يحصل اندماج وتكون حاجة اسمها الزايجوت، وبعدين ينتج لي صفات بتجمع بين الأبوية، تمام؟ اللي ساعات في حاجة اسمها الباراسيكشوال سايكل أو الهيتيروكاريون. ايه اللي بيحصل هنا بكل بساطة؟ بكل بساطة إن النواة اللي هنا والنواة اللي هنا بيبدأوا يتحدوا مع بعض بطريقة ابنورمال فيوجن. بطريقة إيه؟ مش طريقة مش نورمال، لا بطريقة ابنورمال. فلما يحصل هذا الاتصال بطريقه اب نورمال بيبدا يحصل انتقال لبعض الجينات من النواه ديت للنواه دي. بيحصل حاجه اسمها ريكومباينيشن، اتحاد الاتحاد. يعني قطعه من جين تنتقل من النواه ديت، قطعه من جين تنتقل لهذه النواه، اسمها ايه؟ ريكومباينيشن. وبعد ما يحصل ريكومباينيشن تبدا الشكل الفيوز دوت ينفصل عن بعضه وينتج لي نواتين مختلفتين تماما عن ايه؟ عن الاب، عن الشكل عن ده وعن ده، تمام؟ بيحصل ايه؟ فيشن باك ويتحول لنواتين، النواتين دولت بيكون لهم شكل او بيكون لهم صفات مختلفه خالص عن صفات الابوين. ده اسمه هيتيروكاريون، ان انا عندي فطر بيحتوي على انويه معينه، تمام؟ مختلفه جينيا عن التوبيرانت، تمام؟ اللي حصل بكل بساطه ان النواتين ارتبطوا مع بعض بطريقه ابنورمال فيوجن، بعد كده حصل شكل من اشكال الريكومباينيشن، بعد كده حصل فيشن باك او انفصال للنواتين عن بعض، واداني نواه هابلويد ستيت او الشكل نواه واحده بتحمل بصفات مختلفه جدا عن الايه؟ عن الابوين، تمام؟ دي بسميها ايه؟ بسميها البارا سيكشوال سايكل. بسميها ايه؟ البارا سيكشوال سايكل. السايكل اللي بتسميها ايه؟ البارا سيكشوال سايكل. مهم جدا الهيتيرو كاريون، تمام؟ هنتوقف كده ونكمل كتجربه كده ونكمل المره الجايه ان شاء الله.